اسمحوا لي ارحب بفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنشكره على تلبيه دعوه اتحاد القبائل والعائلات المصريه ومؤسسات المجتمع المدني. بنشكره على تلبيته الدعوه وحضوره النهارده احتفاليه مرور 51 عام على نصر اكتوبر المجيد. رفعنا العلم، نقطة تحول في تاريخ مصر، تاريخ بيتعاد من أيام أحدث، وهتفضل مصر باقية، وهنفضل إحنا خير أجناد الأرض. تعظيم سلام، تعظيم سلام، تعظيم سلام لكل شبر في أرضها، ولكل جندي سهران يحمي أرضها، وأي محنة ولادها دايما قدها، حالفين يمين على الكلام ده من سنين. عدي 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 يا ابن بلدي، عدي 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 تحدي ورا تحدي. ناس بنقابلهم كل يوم من غير ما نعرف حد من التحديات اللي بيقدموها. مش بتكلم عن أبطال في صفحات التاريخ والأساطير، دول أبطال بيوصلوا رسالة إن البطولة مش دايماً سلاح في المعارك، لكنها في القدرة على الصمود، على التعبير، وعلى تحويل التحديات لفرص. ناس بتعيش وبتشتغل وسط التنمية اللي بنشوفها في بلدنا، من الصعيد لسينا ومن الوادي الجديد للدلتا. دول اللي بيبنوا الوطن الجديد بسواعدهم، بحلمهم، وبطموحهم اللي بيحرك ملايين مننا. في بلاد الكرم والجود، في بلاد الاحساس موجود، في بلاد الانسان هو اخوه يقول له بيحصل ايه في دنيتك. حكايه اكتوبر حكايه ما ملهمه ما بتنتهيش، والنصر اللي تحقق ده ما كانش نصر بسيط، ده كان نصر وراه اراده شعب كامل رفض الهزيمه وتحدى نفسه وتحدى ظروفه، وعايز اقول لكم تحدى التحدي نفسه. وعشان كده الانتصار ده غالي قوي، والدفع فيه كتير من دماء شبابنا، دماء المصريين، وايضا السلام الدفع فيه كتير قوي، على راسه الرئيس الراحل محمد انور السادات. في تحديات قدامنا اكيد، لكن بنفس الروح ونفس الاراده والاصرار، وزي ما نجحنا رغم ظروفنا الصعبه وقتها، لازم تكونوا متاكدين يا مصريين إن إحنا برضو بفضل الله سبحانه وتعالى وبالعمل وبالإصرار وبالمتابعة هنعبر كل تحدي قدام مننا، ونصل بفضل الله سبحانه وتعالى إلى كل اللي إحنا بنتمناه. يبهروك يبهروك في حتة الكرامة، تحسهم ملوك دول ملوك، وفي وقت الشدة هم اللي يسندوك يلحقوك.